الاهلي. نروح نتكلم بقى عن صفقه رضا سليم، ابرز ارقامه، مبارياته في الدوري المغربي، تألقه باستفاضه مع محلل قناه النادي الاهلي الدكتور احمد ثابت اللي بيرحب بيه على قناه الاهلي. تحياتي ليك يا دكتور احمد. تحياتي لحضرتك يا كابتن اسامه، ودايما متالق ومنور. قول لي بقى، شايف صفقه انضمام رضا سليم للنادي الاهلي ازاي، خاصه بعد تألقه في الدوري المغربي وتألق كمان يعني ببطولات قدر يحسم مع زملائه بطولة الدوري للجيش الملكي المغربي؟ طبعا رضا سليم واحد من الاضافات المهمه جدا للنادي الاهلي في الصيف ده. انت بتتعاقد مع افضل لاعب في الدوري المغربي هذا الموسم، رضا سليم قدم موسم اسطوري مع فريقه الجيش الملكي. ليه موسم اسطوري؟ اولا هو فرقته ما خدتش الدوري من 15 سنه، الجيش الملكي المغربي. هو قدر في السنه ديت في الدوري ده ان هو ياخد ثاني هداف الدوري برصيد 11 هدف، اكتر من صنع اهداف برصيد 10 اسيست، اكتر من ساهم في اهداف، يعني اكتر لاعب في المغرب في الدوري المغربي السنه دي مساهم في اهداف، ساهم في كام جون؟ 11 و10، يعني 21 هدف. بنسبه كام بقى من فرقته اللي هي واخده الدوري؟ فرقته مسجله 50 جون، هو مساهم في 21، يعني بنسبه 42% من اهداف الجيش الملكي. يعني اذا النهارده عشان نقف قدام الارقام، يبقى رضا سليم النهارده لاعب بيسجل وبيصنع كمان. واسيست عالي جدا، هو احنا هنتكلم عليه بالتفصيل، بس تعال نروح كمان للنقطه الثانيه، نقطه الشخصيه. النهارده ممكن تجيب لاعب ارقامه كويسه بس ما عندوش شخصيه النادي الاهلي. يكون بيلعب في نادي صغير بس ما يكونش عنده شخصيه النادي الاهلي. الشخصيه بانت تحديدا ان هو طبعا غير ارقامه والموسم التاريخي اللي عامله مع فرقته، الا ان هو بص على المباراه الاخيره، مباراه حسم الدوري قدام اتحاد طنطا. لو نستعرض الصور مع بعض كده ونشوف اللي حصل في الماتش ده، نبص اول حاجه في الدقيقه 7 هتلاقي ان هو قدر ان هو يسجل في الدقيقه 7 اول جون، هو اللي جايبه من خلال ركله جزاء. بعد كده اتحاد طنجة بيتعادل، فبعد كده هو بيصنع الهدف. ادي اول لا هات الصور بتاعت عايزين صور مباراه المباراه الاخيره للجيش الملكي المغربي اللي قدر يحسم فيها بطوله الدوري سمر، اللي هي في الدقيقه 7. في هتلاقي في صوره فيها في الدقيقه 7 هو قدر ان هو هتكون معانا حالا دلوقتي يا دكتور على الهواء. قدر ان هو انا فاكر المباراه دي كان فيها حضور جماهيري كبير، كانت مباراه مهمه، وقدر يحسم الجيش الملكي المغربي البطوله في الثواني الاخيره. مباراه حسم دوري، انت بتتكلم في مباراه حسم دوري تحت ضغط جماهيري كبير. شوف اللاعب اللي عنده 23 سنه اللي هو قابل للتطور، شخصيه اللاعب عامله ازاي. قدر ان هو يسجل في الدقيقه 7، بعد كده صنع، ادي اول جون اهو استنى على الشاشه، ده هو اللي جابه من خلال ضربه جزاء في الدقيقه 7. تمام. بعد كده كمل الصوره اللي بعدها هتلاقيه صنع الهدف الثاني في الدقيقه 47 لفرقته، فالنتيجه بقت 2-1 للجيش الملكي. ده كده الدقيقه 7. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي ان هو صنع الهدف الثاني. ماشي الصوره الثانيه، ده الهدف الثاني. هنا بص حضرتك، هو دايما لاعب وينج بيفتح الملعب على الاخر، لان هو اهم في تفريضه ليه ان هو لعيب طرف ممتاز في ارسال العرضيات. هنا قدر ان هو يصنع الهدف الثاني لفرقته ويحولها 2-1. رغم كده برضو الاتحاد طنجة اتعادلوا. اقلب بس الصور هتلاقي النتيجه بقت كام؟ بقت 2-2. خلاص الدوري رايح لمين؟ رايح للوداد. الى ان ياتي رضا سليم، يعني احنا قلنا ان هو جاب جون وصنع جون. رضا سليم بيجي في الدقيقه 92 وبيحصل على ركله جزاء. قلب الصور اللي بعدها هتلاقي ان هو بياخد ركله جزاء في الدقيقه 92، ودي اللي قدروا يحسموا بيها بطوله الدوري. مش بس كده، ده هو اللي بيسجلها ببرود اعصاب رهيب. فده بيدل ان هو شخصيه لاعب كبير جدا جدا، يعني لعيب. انت شخصيه اللاعب دي مهمه جدا. هل اللاعب ده هيستحمل الضغط بتاع النادي الاهلي؟ هي الحاجه الثانيه يا دكتور احمد، ان الجيش الملكي المغربي ايضا نادي جماهيري بيمتلك جماهير كبيره في المغرب، انه برضو عنده القدره انه يلعب تحت ضغط الجماهير. دي نقطه مهمه جدا. طبعا دي اهم من اهم النقاط. في برضه نقطه تانية يا كابتن اسامه، نقطه ان انت اللاعب المغربي اصلا تجاربه اغلبها ناجحه في مصر. انت مثلا جبت بدر بنون وازارو، الاثنين نجحوا مع النادي الاهلي. وليد الكارتي نجح مع بيراميدز، اشرف بن شرقي نجح مع نادي الزمالك. فانت اللاعب المغربي طبيعته قريبه من اللاعب المصري. فدي حاجه برضه بتساعد اللاعب على التاقلم، غير عنصر اللغه دي مهمه جدا. تعال بقى نتكلم على المراكز. الناس بتسال ايه المركز اللي بيلعب فيه وايه المراكز اللي لعب فيها رضا سليم. تمام. رضا سليم، هات الصوره اللي فيها المراكز اللي لعب فيها رضا سليم، هتلاقي ان هو لعب في مسيرته 75 مباراه جناح يمين.
من 95 ماتش، يعني هو مركزه الاساسي جناح يمين. زي ما قلت لحضرتك، هو ميزته ان هو دايما بيلعب ناحيه اليمين، بس هو بروفايله ادي الاماكن قدامنا اهي. الصوره اللي فيها المراكز، اول صوره هتلاقي مكتوب فيها ان 75 مباراه جناح رايت وينجر، بيلعب لعب 75 مباراه. ليفت وينجر جناح شمال 14 مباراه. بعد كده ليفت ميدفيلد اللي هو ممكن تلعبه لاعب وسط ثالث زي امام عاشور كده ناحيه الشمال ماتشين. لاعب وسط ايمن ماتشين، صانع العاب، لاعب صانع العاب ماتش ومهاجم ماتش مباراه. فده بيقول ان هو مش لعيب عمق خالص، هو لعيب طرف دايما بيلعب ناحيه اليمين. هو مميز بالارسال العرضيات اكتر، بروفايله مختلف شويه عن بيرسي تاو. بيرسي تاو بيحب يخش في الجوه، بيلعب بالقدم اليسرى فبيخش في الجوه، لكن رضا سليم لو جبنا كمان ارقامه في الكونفدراليه دي مهمه جدا جدا. ايه رضا سليم، ايه اللي هيفيده للنادي الاهلي او ايه نوعيته مش موجوده في النادي الاهلي؟ اهم رقم في رضا سليم ان هو لعيب جماعي، لعيب سريع، لعيب بدني كويس جدا، ومعدل صناعته للفرص بيعدي 3.3 في الماتش الواحد. نجيب ارقامه يا شباب كده في الكونفدراليه برضو نعرضها، والدكتور احمد ثابت معانا على الهواء عشان نستعرض ارقام رضا سليم معانا دلوقتي، هتكون حالا على الهواء يا دكتور. ومتوسط العرضيات يا كابتن اسامه، متوسط العرضيات الصحيحه معانا ارقام الكونفدراليه دلوقتي. لا دي في الدوري المغربي، في الدوري عدد المشاركات 28 مباراه، لعب حوالي 2190، ثاني هداف الدوري 11 هدف زي ما حضرتك قلت، اكثر من صنع اهداف 10 اهداف، اكثر مساهمه في الاهداف 21 هدف، نسبه مساهمته في اجمالي اهداف فريقه 42%، حصل على كارت اصفر 6 مرات، حصل على كارت احمر ولا مره، وحته حصل على كارت احمر ولا مره دي تاخدنا للنقطه اللي في البعض قال ان هو عصبي وبيتنرفز بسرعه والكلام ده، فالنهارده لغه الارقام كمان يعني موضحه، مفيش ولا كارت احمر ليه لاعبنا رضا سليم. دي نقطه مهمه جدا، بس هو اخذ كارت احمر برضو في الكونفدراليه، وهم كانوا بيتكلموا على ان هو اخذها في الكونفدراليه واخذها في البطوله، لكن في الدوري ما اخذش. معانا دلوقتي بقى ارقامه في الكونفدراليه. ارقامه في الكونفدراليه هي مهمه جدا. ليه بقى؟ بص حضرتك على الارقام المهمه فيها، متوسط صناعه الفرص 3.3، ده رقم كبير جدا، يعني لاعب بيصنع اربع فرص مثلا او 3.5 في الماتش الواحد. متوسط العرضيات الصحيحه كل 90 دقيقه 3.7، ده مهم، ما فيش لعيب وينج حاليا في النادي الاهلي بيعمل العرضيات دي. اذا انت ممكن تستغله في الضربات الثابته، تستغله في ارسال العرضيات الكتير جدا. الحاجة الثانية هو لعيب بدني، فأنت تبص تلاقي مثلا هل هو مهاري ولا لا، بيعمل مراوغتين في الماتش، ده رقم كويس. متوسط برضه فوزه بالالتحامات 5.7 في الماتش، ده رقم بيقول إن هو بدنيا كويس. ده برضه بيؤدي الدور الدفاعي بشكل جيد برضه، مش هجومي بس. دي حاجة لايقة على النادي الأهلي، النادي الأهلي دايما بيحب اللاعب اللي هو بيهاجم وبيدافع كويس، ده ستايل النادي الأهلي أكتر. في أندية تانية بتحب اللاعب المهاري بس اللي ما بيدافعش، لا ستايل. فريضة سليم لايق على النادي الأهلي، أسلوبه لايق على النادي الاهلي. كمان خليني اقول لحضرتك ان سعر الصفقه مثلا ما يقارب 2 مليون دولار. ففي بعض الناس كانت بتقول لك اداره النادي الاهلي بخيله ايه، وانت دافع في رضا سليم 2 مليون دولار ودافع في امام عاشور 3 مليون، يعني الصفقتين على بعض 5 مليون دولار في صفقتين، ولسه صفقه المهاجم كمان ان شاء الله. تخيل حضرتك المبالغ المدفوعه في اللعيبه دي بتاكد انا ان النادي الاهلي حاطط عينه على مركز اكبر في كاس العالم للانديه. وزي ما قال كده كابتن محمود الخطيب في المؤتمر الاخير، ان احنا خلاص اللي فات ده تاريخ، وان اللي جاي هو المستقبل. احنا بنبص ان احنا عايزين نجدد الدوافع، عايزين ان احنا نحط بقى ايه، نفكر في الموسم الجاي ازاي البطولات اللي هنقدر نحافظ عليها، وازاي ناخد مركز ان شاء الله اكبر في كاس العالم للانديه. اخيرا يا دكتور، مع وجود رضا سليم، مع وجود بيرسي تاو وحسين الشحات، احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، هل ممكن مارسيل كولر يغير طريقه لعبه الموسم القادم، ولا هو يحافظ على نفس الشكل ويكون عنده يعني بدائل كثيره في الفريق انه يحتاجها على مدار يعني بطولات كثيره في الموسم القادم؟ سؤال جميل جدا، لان انت دلوقتي عندك بيرسي تاو ناحيه اليمين وعندك حسين الشحات ناحيه الشمال، فانت جبت رضا سليم. انا اعتقد ان حسب ظروف الماتش، واحنا عندنا ماتشات كتير جدا، انت عندك 73 ماتش في الموسم الجاي، فلازم يبقى عندك دكه قويه، لازم يبقى عندك عناصر قويه اساسيه وعناصر بديله اقوى كمان. الحاجه الثانيه بقى بالنسبه للتوظيف، ممكن كولر يفكر ان هو يلعب 4-4-1-1، ازاي؟ ان رضا سليم يبقى وينج والناحيه الثانيه حسين الشحات، ويحط بيرسي تاو تحت راس الحربه. في حاله مثلا لو انت بتلاعب منافس اقل شويه في الدوري المصري، فانت ممكن تكتفي باثنين ارتكاز مثلا زي اليو ديانج او مروان عطيه، وجنبه امام عاشور.
وتحط قدامه بيرسي تاو في العمق، ويبقى رضا سليم وحسين الشحات على الاطراف، وقدام راس الحربه سواء راس الحربه اجنبي او سواء كهربا او محمد شريف. اذا النهارده يعني توافر البدائل لمارسيل كولر دي حاجه جيده علشان كسره المباريات الموسم القادم. طبعا، وانت كل ما بكل الفرقه الكبير الفريق الكبير لازم يدعم دايما بصفوفه، لازم يبقى عنده عناصر اقوى خاصه على مستوى الشراسه الهجوميه اللي قدام. اخر حاجه انا حابب بس اوجه التحيه للمركز الاعلامي بالنادي الاهلي على اللي بيقدموه في الفتره الاخيره. تحس ان انت بتتفرج او مستني فيلم سينما مثلا. يعني انت بقيت في الصفقه بتتفرج، بيعملوا حاجات انا شايف ان هم بيدخلوا حاجه في الرياضه المصريه. انا اعتقد ان الانديه المصريه بعد كده كلها الباقي هيقلد النادي الاهلي في موضوع الفيديوهات التقليديه. حقيقه خلي بالك كل جماهير النادي الاهلي دلوقتي بتنتظر الصفقات الجديده عشان تشوف البرومو الجديد للاعبنا الجديد هيتعرض بشكل ازاي، واكيد كل اللاعبين اللي يعني السابقين نالوا اعجاب الجماهير كلها. اخيرا يا دكتور احمد، وحضرتك موجود معانا في استاد الاشبال وبنحلل مباريات الناشئين، معتز محمد لاعب مباراه المصري تالق يعني بشكل كبير، اول مباراه ليه تحس ان عنده شخصيه النادي الاهلي وان شاء الله للمستقبل مكسب كبير. شفت اداء معتز محمد ازاي؟ والله احنا بنبقى فرحانين لما بيبقى في حد من القطاع، وخاصه يعني انت كنت واحد من اللي معجب بيهم، واحنا دايما بنحلل مباريات معتز محمد دايما بتثني عليه. يعني معتز عنده ميزه ان هو مدافع بيجيب براسه كويس، مميز جدا في الالتحامات الهوائيه، قوي بدنيا، اهم حاجه في ده كله الشخصيه بتاعت النادي الاهلي موجوده فيه. فدي حاجه هو عنده بعض النواقص اللي محتاج يشتغل عليها، واكيد هو لسه 18 سنه، لاعب عنده 18 سنه لما يلعب فريق اول في السن ده اعتقد ان هي هتدي له خبرات كويسه. ودايما بنقول ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي ولاد، فالنهارده عندك معتز محمد، عندك محمد عبد المنعم، عندك مصطفى شوبير، عندك احمد عبد القادر، يعني في حوالي 6 أو 7 لاعبين ويمكن اكتر كمان موجودين في قطاع الناشئين، هم من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وده برضو خلينا نقول ان فكره الاعاره، ان انت لما لعيب صغير ما يكونش عنده فرصه ممكن توديه يروح نادي مثلا انت في الدوري المصري يحتك ويكتسب خبرات ويرجع، ده مش معناه ان هو مستواه قليل او معناه ان هو ما يلعبش في النادي، لا ده يا جماعه كل الانديه الكبيره، برشلونه مثلا بيعمل كده مع اللعيب المغربي اللي هو كان بيلعب في كاس الامم الافريقيه الاخيره برضه وداه ان هو يروح ريال مايوركا ويرجع، فكل الانديه الكبيره بتعمل الطريقه بتاعت النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، يعني كان تحليل مهم جدا للاعبنا الجديد وصفقتنا الجديده رضا سليم اللي بنتمنى له كل التوفيق. بنشكرك شكرا جزيلا.